يا رب جودك في الخلائق قد همان، علمتنا في الكون ما لم نعلم. ما إن تشيق شمس كل يوم حتى يتنافس الجميع، ولكن ها هنا سر بديع، هنا نعم الصنيع، مسابقة التبيان الأمريكية الدولية للقرآن الكريم وقراءاته. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. استهلت الدورة الثانية بمشاركة أكثر من 40 متسابقا ومتسابقة يمثلون أكثر من 30 دولة من شتى أنحاء العالم. تنتظم المسابقة هذا العام 3 فروع: الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملا للبنين، الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملا للبنات، وأما الفرع الثالث فهو ما امتازت به هذه المسابقة في هذا العام. ولأول مرة في الولايات المتحدة يقام هذا الفرع الدولي، حيث يتنافس فيه عدد من متسابقي أنحاء العالم في القراءات العشر. هو نور ربي. أيضا مما يميز هذه الدورة عن سابقتها زيادة فرع في غاية الأهمية، وهو فرع القراءات العشر، وليس سهلا، والواحد منا لم يكن يحلم بأن يرى في أمريكا مسابقة دولية إضافة إلى ذلك يعني فيها فرع للقراءات العشر. يعني هذا إن دل على شيء أنه يدل على الجهود الجبارة التي يقوم بها الأخوة القراء والأخوة المسؤولين عن المراكز القرآنية في هذا البلد. ضمن البرامج العلمية المصاحبة لمسابقة التبيان الأمريكية الدولية، أقيم بالتعاون مع وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة دورة علمية مهمة بعنوان مهارات الأداء في تلاوة القرآن الكريم، قدمها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد غيلان المقرئ بالقراءات العشر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. تميزت المسابقة في هذه الدورة بقوة المتنافسين والمتنافسات في نخبة نوعية من لجنة التحكيم ذات تخصص عال في تحكيم المسابقات الدولية للقرآن الكريم. فالروح تصعد بالتلاوة. خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا
ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. حسب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فحياكم الله وبياكم أيها الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. يسرنا في الرابطة العالمية للمسابقات والجوائز القرآنية أن نتقدم بأسمى التهاني والتقدير إلى مسابقة التبيان الأمريكية الدولية للقرآن الكريم وقراءاته، حيث وفق الله جل وعلا القائمين عليها وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد الناصر فارح الأمين العام للمسابقة، فتحقق بفضل الله جل وعلا نجاح نوعي في تنظيم فعاليات هذه الدورة، الدورة الثانية من مسابقة التبيان الأمريكية الدولية للقرآن الكريم. ونحن في الرابطة العالمية للمسابقات والجوائز القرآنية نتشرف بكون هذه المسابقة عضواً متميزاً فيها، إذ تهدف هذه الرابطة إلى التعاون الأمثل بين الجوائز القرآنية للوصول إلى نموذج متطور موحد في أرقى صوره اللائقة بخدمة القرآن الكريم وأهله. والشكر موصول أيضاً إلى الثلة المباركة من العاملين بهذه الجائزة ومن كانوا سبباً في نجاحها بعد توفيق الله عز وجل من اللجان التحكيمية واللجان التنظيمية، فجزاهم الله خيرا، ونسأل الله أن يبارك في الجهود النيرة والمساعي الخيرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي تفوز وتغنم وعلى الرسول فصل ربي دائما تعداد ما خط المداد وما هما تعداد ما خط المداد.